بنعمل له كل اللي هو عايزه، ان هو راجل امين ومحترم وحريص على كل نقطة مية، ودي كلمة مش مجاملة ليه، ده حقيقي حريص على كل نقطة مية في مصر، وان احنا نعظم من الموجود والمتاح حتى يعني نعالج نمو السكان اللي حصل والطلب على المياه زيادة وكده. فاحنا قلنا نعمل محطات، مع كل محطة هم 6 محطات، كل محطة 1,000,000 متر، نعملها محطة تحلية تخفف من درجة الملوحة دي، وأرجو إن الناس اللي شغالة في المجال يعني تساهم معانا بإيه، يعني بإن هي تخفض من حجم التكلفة يعني. اتفضل يا إيهاب. اللي بعده.